بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واتبع هداه وسلم يا رب تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذه محاضرة جديدة في مادة التفسير وعلوم القرآن، وكنا قد توقفنا في المحاضرة الماضية عند قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وكنا قد ذكرنا أن الموضوع الرئيس في سورة البقرة هو قضية الامتثال وموقف الناس من هذه القضية، وبينا أن المتقين يمتثلون ظاهرا وباطنا، وبينا أن الكافرين المشركين الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هؤلاء لا يمتثلون لا ظاهرا ولا باطنا. ثم ذكر الله تعالى الفريق الثالث وهم المنافقون، فقال سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني يمتثلون في الظاهر، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ومن الناس أي وبعض الناس، فمن هنا تبعيضية. بعض الناس وهم المنافقون يقولون بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر، أي صدقنا بالله وصدقنا بجميع ما يجب الإيمان به، لكنه هنا عبر وخص الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالله هو الركن الأول، والإيمان باليوم الآخر هو الركن الأخير، للإشارة إلى أنهم قد أحاطوا بجميع جوانب الإيمان، وهذا أيضا يقولونه باللسان فقط. فرد الله تعالى عليهم قائلا: وما هم بمؤمنين، أي والحال أنهم لم يحققوا الإيمان، وإنما يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يبقى يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، رد الله تعالى عليهم مبطلا هذه الدعوة التي قالوها بألسنتهم، فقال: وما هم بمؤمنين. وعبر هنا بالجملة الإسمية وما هم بمؤمنين، وهناك عبر بالجملة الفعلية آمنا، للإشارة إلى أن عدم إيمانهم، نفي الإيمان عنهم، إنما هو ثابت وراسخ ومتحقق، لأن الجملة الإسمية تفيد الثبوت والرسوخ. وما هم بمؤمنين بالله تعالى ولا بملائكته ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر. ثم ذكر الله تعالى أيضا فعلا من أفعال هؤلاء المنافقون: يخادعون الله والذين آمنوا. والمخادعة هي على وزن المفاعلة، على وزن المفاعلة. لماذا قال يخادعون؟ سنعلم بعد قليل. الخداع أولا هو أن توهم غيرك خلاف ما تبطن لتحول بينه وبين ما يريد، أن تظهر شيئا فيظن السامع ويظن المخاطب أنك من أهل هذا الشيء الذي أظهرته، والحال أنك تفعل ذلك حتى توهمه وحتى يعني تسخر منه وتستهزئ به، وأنت في حقيقة الأمر لست من أهل هذا الفعل الذي أظهرته. يخادعون الله والذين آمنوا، التعبير هنا بصيغة يخادعون وهي صيغة المفاعلة، قال للدلالة على أن هذا الفعل مستمر ودائم منهم، يعني يحصل مرة بعد مرة، لا يفعلونه مرة فقط وإنما مداومون عليه ومستمرون عليه. طيب كيف لهم أن يخدعوا الله تعالى؟ قال هذه الآية جاءت على زعمهم، جاءت على زعمهم، هم يزعمون ويحسبون ويظنون أنهم حينما يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر أنهم يخدعون الله تعالى ويخدعون المؤمنين، فجاءت الآية على زعمهم وعلى قولهم. يخادعون الله والذين آمنوا، والحق أنهم ما يخدعون إلا أنفسهم، فضرر عملهم وإثم فعلهم وجرمهم عائد عليهم لا محالة. يخادعون الله والذين آمنوا
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، لا يدركون أنهم بفعلهم هذا يخدعون أنفسهم، لا يدركون، لأن الشعور معناه الإدراك لما دق وخفي من الأمور الحسية والعقلية. وقد نفى الله تعالى الشعور عنهم في مخادعتهم له، قال: لأنهم لم يحاسبوا أنفسهم على أقوالهم، ولم يراقبوه في أفعالهم، ولم يعملوا ما يقربهم إليه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله تعالى أيضا حالا من أحوال هؤلاء المنافقين، فقال: في قلوبهم مرض. في قلوبهم مرض، المرض هو ما يؤلم، وقد يكون المراد من هذه الآية المرض الحقيقي، لأنهم يتألمون لما يشعرون به من الحزن والخوف. وقد يكون المراد بالمرض هنا المعنى المجازي، وهو الشك والنفاق والحقد والحسد. في قلوبهم مرض، في قلوبهم نفاق، في قلوبهم شك، في قلوبهم حقد على الإسلام وأهله، في قلوبهم حسد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه، فزادهم الله مرضا، أي زادهم الله تعالى مرضا على مرضهم. وقد يكون المراد بهذه الجملة الدعاء عليهم بزيادة الألم وزيادة المرض، وقد يكون المراد منها الإخبار بأن الله تعالى كلما طال بهم العهد وطال بهم الوقت يزدادون مرضا وألما على ألمهم، ولهم عذاب أليم، لهم عذاب مؤلم، لهم عذاب أليم، عذاب مؤلم. ففعيل هنا أليم بمعنى المفعول، أي عذاب مؤلم. طيب، الألم هذا يكون لمن وقع عليه العذاب، ولا يكون العذاب نفسه هو الأليم؟ قالوا: وصف هنا العذاب بأنه أليم، قال لبيان أن الألم قد بلغ الغاية حتى سرى من المعذب إلى العذاب نفسه. لماذا نزل بهم هذا العذاب الأليم؟ قال: بسبب كذبهم، بما كانوا يكذبون. فالباء هنا سببية، بما كانوا يكذبون، أي بسبب أنهم كانوا يكذبون على المؤمنين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في إظهارهم الإيمان وإخفائهم الكفر، بما كانوا يكذبون. لماذا هنا لم يذكر سببا آخر للعذاب كالكفر مثلا؟ فالكفر أعم من التكذيب. قالوا: خص الكذب هنا بالذكر، وبين أنه هو السبب للتحذير من الكذب، ولبيان فظاعته وشناعته، ولبيان أنه الأداة الموصلة إلى الكذب. فما فشى الكذب في قلب ولا في أمة ولا في نفس إلا أهلكها وأمرضها ودمرها. وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا في الأرض بالكذب، لا تفسدوا في الأرض الإفساد الحسي والإفساد المعنوي بصد الناس عن الإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قيل لهم، أي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم القرآن: لا تفسدوا في الأرض، ينهاهم عن الإفساد في الأرض بكل ألوان الإفساد الحسي والمعنوي، لا تفسدوا في الأرض، ردوا قائلين: إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون، يعني نحن بعيدون كل البعد عن شوائب الإفساد. يقول الأستاذ المراغي هنا: وهكذا شأن المفسدين في كل زمان، يدعون في إفسادهم أنه هو الإصلاح بعينه، يعني يفسدون في الأرض وهم في قرارة أنفسهم يقولون عن أنفسهم: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. رد الله تعالى عليهم هذه الدعوة أيضا، قالوا: إنما نحن مصلحون. قال:
ألا إنهم وحدهم هم الذين يفسدون في الأرض، ولكن لانطماس بصائرهم لا يشعرون ولا يدركون أنهم هم المفسدون. وإذا قيل لهم، قال لهم المؤمنون، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم القرآن: آمنوا كما آمن الناس، آمنوا كما آمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، آمنوا كما آمن أبو بكر وكما آمن عبد الله بن سلام وغيرهما من الصحابة الكرام، آمنوا كما آمن الناس، ردوا قائلين: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يقصدون بالسفهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسفه معناه خفة في العقل، أي إننا لن نؤمن كما آمن هؤلاء خفاف العقول، يعني كأنهم يقولوا عنهم إنهم مجانين. رد الله أيضا قائلا: ألا إنهم هم السفهاء، هم وحدهم السفهاء خفاف العقول، حيث أعطاهم الله تعالى العقل والسمع والبصر، وأعطاهم القلب، أعطاهم الأدوات والجوارح والآلات التي لو استخدموها واستعملوها في وظائفها لا أوصلتهم إلى الإيمان الحق وأبعدتهم عن النفاق. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ولكنهم لانطماس بصائرهم أيضا وعمى قلوبهم لا يعلمون حقيقة الإيمان، ولا يستطيعون أن يفرقوا بين المؤمنين حقا وبين السفهاء. ومن الملاحظ أن هذه الآية قد ختمت بقوله: ولكن لا يعلمون، والآية التي قبلها ختمت بقوله: ولكن لا يشعرون. ختم الله تعالى آية النهي عن الإفساد في الأرض بقوله: لا يشعرون، للدلالة على أن إفساد هؤلاء قد بلغ الغاية حتى صار كالأمور المحسوسة التي تدرك بالحواس الظاهرة. وختم آية الإيمان بقوله: لا يعلمون، للدلالة والإشارة إلى أن الإيمان يحتاج إلى العلم اليقيني. وإذا لقوا الذين آمنوا، إذا قابل هؤلاء المنافقون ورأوا جماعة من المؤمنين واجتمعوا معهم وجلسوا معهم، قالوا لهم على سبيل الاستهزاء والسخرية والكذب والخداع والتمويه، قالوا: آمنا، يعني آمنا بما آمنتم به، نحن موافقون لكم في الاعتقاد وموافقون لكم في هذا الإيمان. وإذا خلوا إلى شياطينهم، إذا رجعوا وانفردوا برؤسائهم وصناديدهم وطواغيتهم، وقالوا لهم: إنما إنا معكم، إذا انفردوا بالرؤساء قالوا لهم: نحن على العهد بكم، نحن معكم على دينكم وعلى إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الكفر بهذا الدين، وإنما قلنا للمؤمنين آمنا على سبيل الاستهزاء. وإذا انفردوا إلى رؤسائهم وكبرائهم قالوا: إنا معكم على العهد بكم، وإنما قلنا ذلك على سبيل الاستهزاء. فرد الله عليهم قائلا: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم، الاستهزاء هنا معناه العقاب على استهزائهم، وجاء العقاب، جاءت العقوبة بلفظ الاستهزاء من باب المشاكلة، والمشاكلة هي ذكر اللفظ، ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. ومنه قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله، يعني يعاقبهم على مكرهم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي عقوبة على هذه السيئة، وهذا من باب المشاكلة اللفظية. الله تعالى يعاقبهم على استهزائهم وسخريتهم وخداعهم وخداعهم للمؤمنين، ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يزيدهم
من الطغيان قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يمدهم يزيدهم طغيانا أي مجاوزة للحد في العصيان، ويزيدهم ويمدهم في طغيانهم، يزيدهم في طغيانهم يعمهون. العمى هو كعمى البصر، لكن العمى يكون في العين والعمى يكون في القلب، والمراد هنا بالعمى لازمه وهو الاضطراب والتحير، يعني يزيدهم في مجاوزة حدهم في العصيان وهم يتحيرون، وهم يتحيرون ويضطربون مترددين في الضلال عقوبة لهم على استهزائهم. ثم بيّن الله تعالى وضرب مثلا لهؤلاء المنافقين، ضرب أولا مثلا ناريا والثاني مثلا مائيا. وفائدة ضرب الأمثال في القرآن الكريم وفي اللغة العربية تقريب الشيء المعقول في صورة الشيء المحسوس، حتى يتيسر على العقول والأفهام أن يدركوا حقيقة هؤلاء. فقال الله تعالى مثلهم، مثل هؤلاء المنافقين، مثل المنافقين، والمثل هو الحال والصفة والشأن، حالهم وصفتهم وشأنهم كحال قوم استوقدوا نارا، أي طلبوا وأشعلوا، طلبوا إيقاد النار وأشعلوها حتى تضيء لهم في طريقهم، فلما أضاءت النار لهم طريقهم وما حولهم من الأمكنة والأشياء أطفأ الله تعالى نارهم عن طريق مطر أو عن طريق رياح، أطفأ الله تعالى نارهم فأصبحوا في ظلام دامس لا يبصرون شيئا ولا يرون شيئا، وصاروا في هذا الظلام الدامس صاروا صما وبكما وعميا، ولا يستطيعون أن يعودوا أن يرجعوا إلى الطريق الذي جاءوا منه، ولا أن يكملوا سيرهم للوصول إلى ما يريدون، صم بكم عمي. وليس المراد أن الله تعالى أخذ منهم السمع والكلام والبصر، وإنما المراد أنهم لم ينتفعوا بهذه الأدوات والجوارح والأعضاء صاروا كأنهم عمي وكأنهم صم وكأنهم بكم. ثم ضرب الله تعالى لهم مثلا مائيا أو كصيب من السماء، وأو هنا للتنويع، وأو هنا للتنويع، يعني المثل الأول ينطبق عليهم والمثل الثاني كذلك ينطبق عليهم. أو كصيب من السماء، أو حالهم أيضا على سبيل التقريب إلى الأذهان والعقول والقلوب، حال هؤلاء المنافقين كحال أيضا قوم نزل عليهم مطر من السماء، ومطر شديد، لأن الصيب معناه المطر الذي يصوب وينزل، كحال قوم نزل عليهم مطر من السماء، هذا المطر فيه ظلمات، يعني جاءهم هذا المطر في الليل في ظلمة الليل، وفيه رعد، والرعد الصوت الذي يسمع في السحاب عند تجمعه، وأيضا هذا المطر يصاحبه برق وهو الضوء الذي يلمع في السماء، فيه ظلمات ورعد وبرق، فما كان من هؤلاء إلا أن جعلوا أنامل أصابعهم في آذانهم، جعلوا أنامل أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا، حتى يسدوا آذانهم فلا يسمعون الصاعقة ولا يسمعون صوت الرعد لشدته وقوته، جعلوا أصابعهم في آذانهم. طيب الحال أن الأصابع لا توضع كلها في الآذان، قال أهل البلاغة هذا من باب المجاز المرسل، أطلق الكل وأراد الجزء، أطلق الأصابع وهي الكل وأراد الأنامل وهي جزء من الأصابع.
وعبر عن الأنامل بالأصابع المبالغة في أنهم أرادوا أن يسدوا آذانهم وأن يحموا أنفسهم من الصاعقة ويدفعونها عن أنفسهم حتى يدفع عنهم الموت. قال الله: والله محيط بالكافرين. الله تعالى محيط بالكافرين وبغير الكافرين، محيط بهم يعني مطلع على أسرارهم، عالم بما يدور في قلوبهم وضمائرهم، والمراد بذلك هو لازمه طالما أنه أحاط بهم سوف يحاسبهم ويجزيهم ويعاقبهم على أفعالهم. يكاد البرق، يكاد هذا البرق الذي صاحب المطر الشديد، يكاد البرق يعني يقرب البرق أن يخطف أبصار هؤلاء القوم، يخطف يأخذها بسرعة، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم، يعني كلما لمع البرق وأضاء أمامهم الطريق مشوا فيه، مشوا في ضوئه وفي نوره، وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقفوا، إذا انقطع ضوء البرق وقفوا أمامهم متحيرين، وقفوا في أماكنهم متحيرين مضطربين، لا يستطيعون العودة ولا يستطيعون السير. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لو شاء ربك سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير لسلب منهم، أخذ منهم الأسماع والأبصار، لكنه سبحانه وتعالى لم يفعل لحكمة ومصلحة يعلمها وهو بها عليم. إن الله على كل شيء قدير لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذان مثلان للمنافقين في تعاملهم مع وحي الله تعالى، في تعاملهم مع الإسلام والإيمان. المثال الأول هو مثال ناري، والمثال الثاني هو مثال مائي. الله تعالى أنعم عليهم بإرسال الوحي الشريف وإرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الإسلام والوحي يشبه النار التي أضاءت لهم طريقهم وما حولهم، ويشبه في المثال الثاني المطر الذي نزل عليهم من السماء، لكنهم لسوء فعلهم وخبث نيتهم لم يستمروا، عطلوا أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم عن الانتفاع بالإسلام وبأركانه وبما جاءهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تكلمت الآيات عن الفريق الأول، فريق المتقين ثم الممتثلين لأوامر الله ظاهرا وباطنا، والفريق الثاني الكافرين الذين لا يمتثلون باطنا ولا ظاهرا، والمنافقين الذين يمتثلون ظاهرا لكنهم يكفرون في باطنهم. فنادى الله تعالى على الفرق الثلاث: يا أيها الناس، وأمرهم بعبادته وحده لا شريك له. يبقى ذكر الأصناف الثلاثة ثم دعاهم جميعا إلى عبادته وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمرهم بعبادة الله تعالى. والعبادة كما قلنا قبل ذلك هي طاعة تقترن بالخوف والتعظيم والمحبة، ومعناها الخضوع والتذلل، مأخوذة من طريق معبد يعني مذلل. اعبدوا ربكم، اخضعوا له، امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. اعبدوا ربكم، آثر استعمال لفظ الربوبية هنا على سبيل الترغيب لهم، فهو ربكم الذي أوجدكم من العدم وأمدكم بالنعم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. خلقكم يعني أوجدكم من العدم، قدر خلقكم وخلق أباكم آدم من التراب وجعل له زوجة ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلقكم وخلق الذين من قبلكم. ما الغاية من الأمر بالعبادة؟ لعلكم تتقون. فالغاية من الأمر بالعبادة، الغاية من الخلق
هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والغاية من العبادة هي التقوى، تحصيل التقوى، والتقوى امتثال أمر الله واجتناب نهيه. اعبدوا ربكم لأنه خلقكم وخلق الذين من قبلكم، ولأنه سبحانه وتعالى جعل لكم، أي صير لكم الأرض فراشا مهادا، وصير لكم السماء بناء، أحكمها وأتقنها وجعلها كالبناء، ولأنه سبحانه أنزل لكم من السماء ماء فأخرج لكم به من الثمرات، أخرج به من الثمرات لكم رزقا تنتفعون به في حياتكم، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني خلقكم ورزقكم وسخر لكم ما في الأرض، وسخر لكم المطر الذي ينزل من السماء فتحيا به الأرض وتحيون به أنفسكم، كل هذا من دلائل ربوبيته سبحانه وتعالى، ومن الأسباب التي تؤدي بهم إلى الانقياد والخضوع والعبادة والطاعة. فلا تجعلوا لله أندادا، إذا كان الأمر كذلك، خلقكم الله ورزقكم وسخر لكم ما في الأرض وأنزل لكم من السماء ماء تحيون به أنفسكم وتحيون به زروعكم وثماركم، إذا كان الأمر كذلك فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا مع الله شركاء ولا نظراء ولا أمثال ولا آلهة تعبدونها وتتقربون بها إلى الله تعالى، وأنتم تعلمون أن هذه الآلهة وهؤلاء الشركاء لم يخلقوا أرضا ولا سماء ولم يخلقوا شيئا ولا يستطيعون ولا يقدرون على ذلك. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إن كنتم أيها المشركون الكافرون المنكرون لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، المنكرون لأن يكون القرآن من عند الله، إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، من كنتم في شك أن القرآن من عند الله، فأتوا بسورة من مثله. فأتوا، الأمر هنا على سبيل التعجيز وعلى سبيل التحدي. إن كنتم فصحاء وبلغاء وتنكرون فعلا أن يكون القرآن من عند الله وأن القرآن يستطيع أن يأتي به بشر، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، ادعوا الحاضرين معكم في أنديتكم ومجالسكم من رؤسائكم وأشرافكم ليعاونوكم في الإتيان بسورة تشبه سور القرآن الكريم، أو ادعوا أصنامكم، شاركوا الأصنام التي تعبدونها من دون الله، شاركوها معكم في الإتيان بسورة تشبه سور القرآن الكريم، إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في قولكم أن هذا القرآن يستطيع بشر أن يأتي به. فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإن لم تفعلوا في الزمن الماضي ولن تفعلوا في الزمن الحاضر والمستقبل، وبهذه الآية استمر التحدي إلى يوم القيامة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إن عجزتم في الماضي عن الإتيان بمثل سورة من القرآن، وسوف تعجزون أيضا في المستقبل وأنتم تعلمون ذلك، فاحذروا وخافوا النار التي هي موطن العذاب واسم لدار العذاب والعقاب التي أعدها الله تعالى للكافرين. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، الوقود ما توقد به النار،
وهذه الآية أفادت أن وقود النار يكون من الناس ومن الحجارة، من الناس يعني من المشركين، ومن الحجارة أي الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. نسأل الله تعالى العفو والعافية. هذه النار أعدت، يعني أعدها الله، أعدت، هذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، وفاعله معروف هو الله سبحانه وتعالى. أعدها الله أي هيأها الله تعالى دارا وموطنا ومكانا لعذاب وعقاب هؤلاء الكافرين. وفي المقابل أتى كعادة القرآن الكريم في المقابلة بين حال الكافرين وجزائهم وبين حال المؤمنين وجزائهم. لما كان الكافرون يستكبرون ويعاندون وينكرون ويكفرون بين الله عاقبتهم وهو النار. أما المؤمنون الممتثلون الخاضعون العابدون الطائعون لله فبشرهم ربك بقوله: وبشر الذين آمنوا، أي بشر يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو بشر يا من تسمع هذا الخطاب، بشر المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات، بشرهم، والبشارة هي الإخبار بما يسر، بشرهم بأن الله تعالى قد أعد لهم في الآخرة جنات. الجنات جمع جنة، والجنة هي البستان المليء بالأشجار والثمار، وهذه البساتين تجري من تحتها الأنهار. والمؤمنون المتقون كلما رزقوا في الجنة، رزقوا من ثمار الجنة ثمرة، قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي وعدنا به ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي وعدنا به في الدنيا من قبل. وأتوا به متشابها، أي أتوا بهذه الثمار وهذا الرزق متشابها في صورته بثمار الدنيا، لكنه يختلف في الطعم وفي اللذة. وأتوا به متشابها، وفوق ذلك لهم أزواج مطهرة، لهم أزواج مطهرة قد طهرها ربك سبحانه وتعالى طهارة حسية ومعنوية، ولهم فيها أزواج مطهرة، يعني لا يعتريهم ما يعتري نساء الدنيا من الحيض وغيره، وهم فيها خالدون. وهذه بشارة أخرى، يعني المؤمنون في جنات تجري من تحتها الأنهار، يرزقون من الثمار ويرون الأنهار ويحمدون ربهم على أن رزقهم هذه المثوبة وهذا الأجر، وفوق ذلك هم خالدون سيمكثون فيها طويلا لا يخرجون منها أبدا، لأن الجنة لا تفنى ولا تزول، بل هي حياة أبدية لا تنتهي أبدا. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.